مرحبا بكم من رمضان. الهدف ديالنا سامي والتضامن مهم. مكيب دي سيرفيس افيك لي كليان اي لومبالاج. هاد الشباب هادو ملي كتكون لا فورماسيون مزيانه قادرين يعطيو اكثر واكثر، هما فقط كيحتاجوا للتشجيع. نقولوا للناس اجيو مرحبا بكم، شجعوا هاد الوليدات هادو، عاونوا خذوا بيديهم وداكشي وشجعوهم باش حتى هما ان شاء الله يكون لهم واحد المستقبل ويندمجوا اجتماعيا ومهنيا. اهلا بكم، كنتواجدوا اليوم في ضيافه شابات وشبان اختاروا تحدي الاعاقه بهدف. هم اشخاص في وضعيه اعاقه ذهنيه، لكن هذه الاعاقه خلتهم يبحثوا على سبل العيش الكريم وعلمتهم يكافحوا باش يكونوا منتجين في المجتمع ماشي فقط مستهلكين. اجيو نشوفوا اشنو كيديروا. نزيد سنتر هدف نزيد الناس ندخلو بحبا بيقوم نشوف سواوات مدان نبغاو نشوف خبر مدان وزدو مدان مدان ديزير كريان نشوف نختار مدان وسما أجي نشوف كريان بزوج حاجات بزوج بيتزا بزوج ريكيس و موراها و واللي بغاو بغاو وكتعطيو لي كليون اللي كيجيو عندكم كيشريو من عندكم اللي بغاو وكيمشيو نمشيو مورا باش ندخلو لاكاس لاكاس مورا ونمشيو. Je prépare la présentation de la table, présentation des produits. Je m'occupe du service avec les clients et l'emballage. Tous les jours de midi à 5h de l'après-midi. كنستعدوا لتحضيرات شهيوات رمضان. الوغ هاد الشهيوات هاد العمليه كتقوم بها ورشتين، وهي ورشه الطبخ وورشه الخدمه داخل المطعم. الهدف من هاد العمليه هو اكتساب الشبان مهارات تقنيه مهنيه في هذا المجال وتساعدهم على ادماجهم في سوق الشغل. الوغ هاد العمليه ان شاء الله غادي تكون من يوم الاثنين حتى يوم الجمعه من الساعه 12:00 الى الساعه 17:00 بعد الزوال. شهر رمضان هو شهر مبارك على الامه الاسلاميه كامله، واللي حنايا كل العالم كامل الاسلامي كيحتفل به، وبالنسبه لنا حنا حتى حنا كنحتفلوا في هذا الشهر بالطريقه ديالنا في داخل المركز مع الشباب اللي هما كيتلقاو تكوين ملائمه للقدرات ديالهم. داكشي علاش كنحاولوا نديروا هذه العمليه، انهم نديروا بعض الشهيوات بحال اللي كنقولوا في المغرب شهيوات رمضان اللي يمكن الناس انهم يجيو الهدف وغيلقاوها، وهي كنحاولوا الشباب هما اللي يعملوا انهم يوفروها ويعملوها ويعرضوها. والشباب الثاني دي هادو بالنسبه لشباب المطبخ اللي هما كيتلقاو تكوين في المطبخ، وبالنسبه للشباب اللي كيديروا الخدمه في القاعه وهما اللي يعرضوها، هما اللي يبقى داك التواصل ديالهم مع لي كليون ومع الزبناء دائما ما كاينش انقطاع فيه، واللي كيجعلنا اننا كنحاولوا ما امكن ان القدرات ديال الشباب تطور وتثقل وتعطيهم حتى هما واحد الفكره وحتى هما يكونوا عندهم دور في كل فتره من فترات الحياه ديالهم.
دروس نظريه ودروس طبيعيه في الورشه، ومن بعد كيكون هنايا في الوقت ديال الغداء كيجيو لي كليون. الوغ هنايا فين داك لي جون هنا كتكون لابليكاسيون ديال لو سافوار فير ديالهم، هنا فين كيكون عندهم اتصال بلو كليون، وهنا فين كيحاولوا يديروا ديك لا ميزون بلاس، داكشي كله داك الدروس اللي عطيناهم النظريه كيحاولوا يطبق هنايا، هنا لو سافوار فير ديالهم فين تيكون، هنا لابليكاسيون ديال لو سافوار فير. سيت اون اكسيون سوليدار، يعني هي تضامنيه قبل من كل شيء، يعني انهم اللي كيجيو كياخذوا منتوجات اللي كنحاولوا للاطر ولا الشباب انهم يوفروها في هذه العمليه. اول حاجه كيشجعوا الشباب، كيحاولوا انهم يعطيهم واحد الثقه في نفسهم، يعطيهم واحد هذا، يعطيهم واحد يبدلوا النظره ديالهم على هذه الفئه، وفي نفس الوقت يساهموا في الانتيغراسيون، في يعني في الاندماج وادماج الشباب داخل المجتمع. بالنسبه لهذه عمليه رمضان، الجمعيه يعني كتستر في البرامج ديالها السنويه انها غادي دير هذه العمليه، وكتكون كتخصص لها واحد الماد واحد القدر المالي اللي كيمكن لها انها تدير به البيدجي ديال هذيك العمليه. وبالنسبه للشباب، حنا دائما الشباب يعني كتكون عندنا، يعني بالنسبه للجمعيه كتكون دائما عندها انها في شك، ماشي دائما في كل في كل في كل عمليه، حيت حنا ملي كنديروا هذه العمليه ما عندناش ربح فرونشمون. العمل بالعكس، بعض المرات حنا الهدف ديالنا من كل عمليه هو تحفيز، يعني تطوير القدرات ديال الشباب وتبديل النظره ديال المجتمع على هذه الفئه. ولكن بالنسبه للجمعيه، بيسكو هاد الشباب حتى هما كينشوا وحتى هما كيساهموا بالقدرات ديالهم اللي هي يعني بكل واحد كما يمكن قدر يديرها، وكتكون عندهم تحفيز. اخر سنه في كل عام، اخر سنه في كل عام كتكون عندنا دي زونفولوب، كنديروا حفله، كنديروا دي زونفولوب، كنديروا بحال قلتي منح تشجيعيه لكل شاب من شابه، ماشي على حسب الانتاج ديالو، لا ماشي على حسب، بالعكس كل واحد كاين، يمكن لواحد يمكن انه ينتج كثير، ولكن واحد اخر عنده القدرات قليله ما قدرش ينتج كثير. مي حنا اش كنديروا؟ كتكون عندنا واحد ليفالياسيون كتكون على مارس السنه، كنحاولوا ما امكن ديك ليفالياسيون تكون باش كتوزع ديك لي زونفولوب على كاع الشباب ديال الهدف. وبالنسبه للشباب اللي كتكون عمليه هذه يعني مصغره، يعني عندهم غير هما، كتكون الا كانت مثلا شي حاجه اللي هي اش نقول لك، يعني دي زيكسترا بحال اللي قلنا، كتكون حتى هما دي زونفولوب تشجيعيه في ديك المناسبه لذاك الشباب. يعني دائما كتحاول ما امكن الجمعيه تعطي دي زونفولوب تحفيز يعني تشجيعيه لكل شاب على حسب على حسب العمل اللي هو قضى، ماشي يعني بالمرات كتكون يعني ما كتكون من عند الجمعيه النيت، حيت ملي كنديروا هذه العمليه ما كاينش ربح كثر ما هو كاين مثلا لوبجيكتيف ديالنا او الهدف ديالنا، ان الاهداف ديال الجمعيه اللي هي لانسيرسيون ولانكلوزيون توصل للمجتمع وتوصلوا للشباب انهم يكونوا حتى هما فرضوا نفوسهم في المجتمع ولقاو يعني مناصب في الشغل، ولقاو مثلا هذا يعني نظرة المجتمع تبدلت لهم والمحيط ديالهم كله تبدل، حيت حنا ملي كنخدموا في هذه المسائل الجمعية دائما يعني 100% ما كاينش ربح حتى في شي هذا. تخدم تواجد تصب بيزا و إيتيس و تيتا كتوجدو الرمضة تقول داس خدم بابيكو يغي توجدو خدم بابيكو سيوات التويزيد عندي لي كيش، عندي لا بريوش، ندير بيزا، ندير لي ساندويش، ندير ستاج باغي
نمشي ندير سي بلاصه 16 ونمشي نخدم سي بلاصه اخرى ونمشي نمشي بلاصه اخرى ونمشي نخدم كون خدام مزيان كون جاتنا الناس يتعلموا علينا ونكون حنايا خدامين ويجيو بقاو بحب مزيان. حنايا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان وكنوجدوا اوبيراسيون رمضان اللي فيها لي كيش فيها لي بيتزا فيها البريوات صالي فيجيتاريان دي باستيا او فروي دو مير بسطيله بالدجاج واللوز كاينين مخيمرات يعني بزاف ديال الشهيوات كاينين ان شاء الله والوليدات هنا هما اللي كيتفورماو على هاد البريباراسيون كامله يعني كنديروا واحد لي كور معاهم كنشوفوا وكل واحد على حسب القدرات ديالو كل واحد كيصايب حاجه كيف ما شفتوا هما تبارك الله عليهم اللي كيديروا تقريبا كل شيء بطبيعه الحال كاين شويه المساعده شويه ديال التوجيه ولكن كاينه اللمسه ديالهم حاضره في اي وصفه داروها واي وصفه حاضره في الريستورون انا ملي خدمت معاهم انا بنفسي استفدت منهم النظر ديالي تغيرات بزاف وبزاف كاع لان تبارك الله هاد الشباب هادو ملي كتكون لا فورماسيون مزيانه قادرين يعطيو اكثر واكثر هما فقط كيحتاجوا للتشجيع كيبغيو الثقه في النفس اكثر يعني واخا يغلط حاولي ما تقليش منه الهدف ديالنا سامي والتضامن مهم وحنا الا لقينا فريمون تشجيعات وتضامن اكثر وتشجيعات كثيره من عند المواطنين فريمون غادي نزيدوا القدام وديك الساعه الا كانت غير دي زونفولوب اللي كيمكن لهم تمنحها الجمعيه للشباب يمكن من بعد من هنا مثلا هذا العام العام الجاي يمكن يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه عندهم منصب شغل في ديك العمليه نقولوا الناس اجيو مرحبا بكم شجعوا هاد الوليدات هادو عاونوا خذوا بيديهم وداك الشيء شجعوهم باش حتى هما ان شاء الله يكون كلهم واحد المستقبل ويندمجوا اجتماعيا ومهنيا. ان شاء الله رمضان ان شاء الله ان شاء الله يجيو الناس ندخلوا بحباب ندخلوا بحبابيكم كل يوم رمضان 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 كريم احبابيكم رمضان